اير فيول ريشيو او اي اف ار، شنو يعني هذا المصطلح؟ شوف، المحرك مو يحتاج خليط مكون من هواء او وقود على مود يشتغل زين. ايش قد يحتاج الوقود للهواء حتى يتم الاحتراق؟ هنا يجي الاي اف ار او نسبة الهواء للوقود وينقاس بالاركان. انطيك مثال، والله السيارة الاي اف ار مالها 9، يعني راح يدخل للمحرك 9 جزيئات هواء مقابل جزيئة وقود وحدة. زين شلون تقرا الاي اف ار مال السيارة؟ شوف، دائما اهل التزويد يركبون حساس اسمه وايد باند في الاكزوست. هذا الحساس ينطيك قراءاته على عداد يتركب يم السايق، يعني تقدر وانت ماشي تشوف وضع الاي اف ار بسيارتك عن طريق هذا الجيتش. ما دام كملت بدربه، خلي اشرح لك هذين المصطلحين الريتش واللين. باوع، بمحركات البنزين يكون الاي اف ار يساوي 14.7، وهذا المعدل الطبيعي. اما بالتزويد مرات يحتاجون يعدلون هذا الرقم، يعني لو يزيدونه لو ينقصونه. فإذا زاد الرقم عن 14.7 يسمونها لين، يعني خليط الاحتراق فقير بالوقود، وراح تلاحظ دخان أبيض طالع من الإكزوست. أما إذا نقص الرقم عن 14.7 يسمونها ريتش، يعني خليط الاحتراق غني بالوقود، وراح تلاحظ دخان أسود طالع من الإكزوست، وهذا الخليط يكون أحد أسباب الباك فاير.